سوف تتمكنون أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأولى بكالوريا من كتابة برودكسيو إكريت بكل امتياز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكوميك تي في والخدمة سوسي باك 1 لتحضير الامتحان الجهوي الخاص باللغة الفرنسية، خصوصا la production écrite أو التعبير الكتابي. إذن الجميع يعرف أن الامتحان ديال الجهوي اقترب، خصوصا اللغة الفرنسية هي اللغة اللي تتشكل واحد الضغط على جميع التلاميذ، خصوصا لا برودكسيون اكريت. دائما تساؤل تطرح كيفية إنجاز لا برودكسيون اكريت أو التعبير الكتابي بشكل متميز. إذن سوف أساعدكم من خلال هذا الفيديو من كتابة لا برودكسيون اكريت بشكل متميز بالنسبة للمستوى لا بأس به أو المتوسط. كذلك المستوى شيء ما ضعيف. إذن على بركة الله، لا برودكسيون إكريت، نعطيكم واحد المثال ديال السوجو من خلاله سوف نتطرق إلى الموضوع. إذن certaines personnes sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Ces derniers n'accepte pas cette situation et se montre de plus en plus violent envers leurs parents. Qu'en pensez-vous du comportement de ces enfants? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous basant sur des arguments et exemples convaincants tirés de votre lecture et de votre vécu personnel. ديال هاد الحصة هادي، يمكن إذا المشكل العائلي دائما تطرح سيغتان بيرسون. إذا كاين بعض الأشخاص غير قادرين، أو بعض الآباء بالخصوص غير قادرين على استجابة جميع المطالب والحاجيات ديال الأولاد ديالهم. إذا هاد الأولاد هادو لا يتقبلون هاد الوضعية، الوضعية ديال الآباء، و تيكونو أمتي بو عنيفين تجاه الآباء لسوء الحظ. إذن ما رأيك في هاد السلوك ديال الأطفال وديال الأولاد؟ واش السلوك إيجابي والسلوك سلبي وكيفية المعالجة ديالو؟ وما هو رأيك؟ قلك هنا في التعليمة، لحظة معايا مزيان، ريديجي ان تكست ارغيمونطاتيف، ماشي ان تكست ناراتيف ولا ديسكريبتيف، نو، ان تكست ارغيمونطاتيف. اذا خاصك ولا بد تتحكم في بعض الاليات. ريديجي ان تكست ارغيمونطاتيف دون لوكيل فوز اكسبريمي فوتر بوين دو فيو ان فو بازون سور دي ارغيمون اكزامبل كونفانكان تيري دو فوتر لكتور او دو فوتر فيكو بيرسونيل. إذن خاصك تحاول أيها التلميذ العزيز، أيتها التلميذة العزيزة، أنك تكتبي، أنك تكتب بشكل جميل واحد لا برودكسيون كريت، واحد تكست أرغيمونطاتيف، واحد نص حجاجي. خص ولا بد يكون معاه حجج مقنعة، وكذلك بعض الأمثلة اللي تتصاحب هاد الحجج هادو باش تزكي الرأي ديالك أو الرأي ديال الآخرين. إذن كيف ما تشوفوا أيها التلاميذ الأعزاء، أن لا برودكسيون إكريت خاصك تتعامل معه بشكل ذكي. أولا كاين هناك واحد المقدمة تقدر تعتمد عليها، راهم عطاوها لكم غراتويتمون. المقدمة عطاوها لكم غراتويتمون باش تبدا بواحد لانتروديكسيون مزيانة. كاع اللي ما عرفتي ما دير غير نقول هذيك، لا غير نقول هذيك لانتروديكسيون. أنا تنتكلم مع التلاميذ اللي شيء ما ضعاف بالفرنسية، اما اللي عندهم اسلوب جميل راه يقدر يبداو بطريقتهم الخاصه.
انا تنتكلم مع التلاميذ اللي عندهم مشكل في الفرنسي ما قادوش يبداو، بداو غير نقلوا غير السوجي، هذيك المقدمه ديال السوجي، هذيك المقدمه سيغتان بيغسون سون كاباب دو ريبوند الى اخره لوغ بارون، صافي. ومن بعد من بعد غادي نديرو كيفيه التقديم ديال الانترودكسيون، غادي نوريكم الطريقه المتبعه دائما. المهم انكم تستفدوا من هذا الفيديو وتكملوا حتى الاخير وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، دكو. اذا بعد قليل سوف اتطرق الى الانترودكسيون، وفيديو القادم ان شاء الله غادي نديروا تتمه ديال الديفلوبمون كونكلوزيون باش ما نتقلش عليكم بزاف، باش تواكبوا معايا خطوه بخطوه. اذا الهدف ديالنا هو النجاح في الامتحان الجهوي خصوصا اللغه الفرنسيه. املي انكم تستافدوا من خلال هذا الفيديو، فيه كما شفتوا دابا مقدمه ديال السوجي وكذلك طريقه كتابه ديال الانترودكسيون. وفي الفيديو القادم سوف نتطرق الى ديفلوبمون ما يسمى بالعرض اي لا كونكليزيون. انتبهوا راه لا برودكسيون كريت عليه 10 نقاط في الامتحان الجهوي، 10 نقاط البريم ديالو 10 نقاط، راه ما سهلش. اول شيء تعتمد عليه المصحح هو الكتابه الجيده للانتروداكسيون، اذا خصك تعتني بهذه الفقره بشكل جيد. اذا هناك ثلاث مراحل لكتابه المقدمه في التعبير الكتابي باللغه الفرنسيه: التقديم العام ديال الموضوع، تعاود تكتب السوجي بطريقه، تعاود تكتب النص الموضوع بطريقتك الخاصه، ثم طرح اسئله اللي تقدر تجاوب عليهم في العرض. نعطيك مثال: Satisfaire les besoins de ses enfants et répondre à tous leurs devoirs est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. هذه المقدمة أو التعريف بالموضوع. Satisfaire les besoins de ses enfants et répondre à tous leurs devoirs. إذا يمكن لكم تحتفظوا بهذه الصيغة هذه. est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. إذا ممكن تغيروا الموضوع، كل سجو عنده الموضوع ديالو، ولكن دائما يكون عندكم التتمة est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. إذا نعتمدوا عليها بالأساس، صافي. إذا satisfaire les besoins de ses enfants et répondre à tous leurs devoirs، هذيك مقدمة، كل سجو وعنده الموضوع ديالو تيحتوي عليه. satisfaire les besoins de ses enfants répondre à tous leurs devoirs. كاين عدة نماذج، ثم تختاروا هذا النموذج الجميل جدا. est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. تقدروا تعتمدوا عليه، سيدادير غادي ديروا المقدمة ديالكم، السوجي ديالكم، نص الموضوع ديالكم. من بعد غادي تختموا بهذه هي اون كيسيون كي ديكلونج بوكو دو ديبا بارتو دو لو موند، هذه ما خصكمش تبدلوها نهائيا. هذه هي المقدمه ديال بريزونطاسيون ديال السوجي. اون افي سو سوجي نا جامي في لوبجي دو لونانيميتي اي لي افي سي رابورتون سوبوز دو مانيا فلاغرونت. هذه يمكن لكم تكتبوها في اي موضوع كيف ما كان. En effet, ce sujet n'a jamais fait l'objet de l'unanimité et les avis s'y rapportant s'opposent d'une manière flagrante. Anat entkellem ma talamid li tiqaw mushkil fi lbidaya dial l'introduction, ma tiarfouch kifach yibdaw l'introduction. Anat nعاونهم دابا. فهمتوا؟ إذن هادوك اللي كاينين بالأحمر هادوك خاص يبقاو عندكم دايما، خاصكم تحفظوهم باركور اوتو ديكتي. وتغيروا غير هذوك اللي كاين بالاسود، صافي. فهمتوا؟ تبدلوا الموضوع ديالكم غير هذاك اللي بالاسود، اما بالاحمر غتبقاو تخليوه كيف ما هو، ما تبدلوش نهائيا.
est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. Point. En effet, virgule, ce sujet n'a jamais fait l'objet de l'unanimité et les avis si rapportant se posent d'une manière flagrante. دابا المصحح ما عنده منين يدوز ليكم، حيت يبان ليه الانتروديكسيون مكتوبه مزيان، الكلام مضبوط، ما كاين حتى شي فطوال، ما تعطيوش ليه وما تخليوش وما تسمحوش للمصحح ينفذ ليكم في برودكسيون كري ديالو. سيغتان بيرسون جوج كو C'est que d'elk. Certaines personnes jugent que les enfants qui se révoltent contre leurs parents parce qu'ils ne se satisfont pas leur désir ont raison. Et donc, tu ouvres le monde, tu bidoules le monde, libre à souhait forte, satisfaire les besoins de ses enfants, répondre à tous le devoir est une question qui déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. En effet, ce sujet n'a jamais fait l'objet de l'unanimité et les avis se rapportant s'opposent d'une manière flagrante. Point. Rajastar. Certaines personnes jugent que les enfants qui se révoltent contre leurs parents parce qu'ils ne satisfont pas leurs désirs ont raison. Oh, et d'autres estiment le contraire, reste à savoir lequel des deux avis est le plus acceptable. Fakat. Adiyat tariqa sahiha diyal l'introduction. Nenemoudej, mennemadej kathira diyal l'introduction. Nabghi nnou alikum dabal tariqa diyal kitaba bach ma tahassloush fil imtihan diyal. Et d'un tukul libel ahmar. حاولوا ديروا لهم اوتو ديكتي تحفظوهم باغ كور، فهمتي؟ هذوك اللي بالاسود شوفوها قليل، غادي تحاولوا تستنبطوهم من السوجي اللي عطاكم في الامتحان فقط، وغادي تربحوا لانتروديكسيون بشكل سهل جدا، وما يبقاش عندكم هذيك العقده ديال كيفاش نبدا البرودكسيون كري ديالي، كيفاش يمكن ليا نبدا البرودكسيون كري ديالي، انا عطيتكم دابا الحل. نلتقي بكم إن شاء الله في فيديو قادم لنتطرق إلى الديفلوبمون اي كونكلوزيون. كان معكم يزدلم خلال الشاشة ديالكم متميزة جوكم الكتيبي على اليوتيوب وكذلك سيكتي باك 1 على الفيسبوك. إذن إلى اللقاء في فيديو قادم سوف أقترح عليكم ديفلوبمون اي كونكلوزيون.